تونس. سيدي الكريم، يعني من بين القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة هي الدعوة إلى تنظيم مؤتمر لوطني يدعو إليها كافة مكونات المجتمع المدني لظاهرة مقاومة الإرهاب. هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر طفت على السطح فترات متعددة ثم تغيب أو تغيب، واليوم هناك نية لعقد هذا المؤتمر. ما هي النتائج المرجوة من عقد مثل هذا المؤتمر في تونس؟ ولا تقريبا أنا شخصيا لا أعرف بدقة شو المطلوب من مؤتمر لمقاومة الإرهاب. يعني لما نقول مقاومة ربما الاتفاق على مفهوم الإرهاب، يعني إذا كان مش نتفق على مفهوم الإرهاب مش نبقى نتحدث على الأقل ثلاثة قرون، لأنه معناها العالم كله يتحارب على موضوع الإرهاب وما لقاوش في شو المطلوب. هل هو مؤتمر أكاديمي لتعريف بالإرهاب؟ ثم ما معنى مقاومة الإرهاب؟ نحن المفروض ننظم مؤتمر للحرب لحشد الجهود في الحرب على الإرهاب. لما نقول حرب على الإرهاب يعني أنا سأبقى وأكرر هذه المسألة طيلة هذا الحوار وحوارات أخرى. ما معنى حرب على الإرهاب؟ يعني كيف ننظم المجهود الحربي حول الإرهاب؟ الإرهاب ليس ظاهرة إجرامية عادية، حتى إذا كانت هو يعني فيه طابع إجرامي. الإرهاب هو حرب على الدولة، كل من يخوضها في خندق المقابل هو عدو للدولة، يعني يتم التعامل معه المفروض وكأنه عدو، لا تهم جنسيته أي إن كان، حتى إذا كان تونسي لا يتمتع بمزايا الجنسية التونسية إذا رفع السلاح على الدولة. لأنه مثلا الآن أعطيك مثل، الآن الناس اللي مثلا يحاربون هذه الخلايا في الجبال التونسية فيهم مثلا من جنسيات مختلفة وفيهم تونسيون، ماذا يفعل العسكري مثلا اللي هو عنده سلاح ومقابلهم؟ يقول لهم بالله أفصلوا أنفسكم، التونسيون على اليمين والجنسيات على اليسار، هذا منطبق عليهم الدستور، هذا منطبق عليهم منطق الحرب، يعني غير معقول. لذلك على مستوى المداهمات حينما تتحرك العناصر الأمنية ثمة أصوات حقوقية ترتفع لتقول هناك تعدي على الحريات وعودة إلى منظومة الاستبداد، يعني هذا الكلام كله أنا حسب رأيي هو كلام بكل أسف، رغم اللي هو يقال بقصد، يعني قصد طيب، ورغم اللي الناس اللي يقولوا فيه ناس وطنيين تماما نعرفوهم، ورغم اللي هم ناس يعني يتكلمون بنزاهة مطلقة، ولكن رغم ذلك هذا الكلام هو كلام يضرب قوات تحارب في الصميم في معنوياتها. هذا ليش أنا أكرر ماذا المقصود؟ إنها حرب ولا بد أن تطبق عليها منطق الحرب بما فيها كيف تطبق. يعني أنا أعتقد المطلوب باتفاقيات جنيف حول قانون الحرب أكثر منها الاتفاقيات الأخرى ذات الطابع الدولي. إذا هذا لم نفهم الموضوع، كل الدول التي حاربت الإرهاب حاربته بهذه الطريقة. لذلك إحنا ما حنمشوش نكونوا معناها ملائكة في عالم الشياطين، لازمنا نكون واضحين اش نعرف واش نعملوا. وكعلاش القياده السياسيه لازم تكون واضحه، وحتى اذا كان صارت انتقادات لما يكون الامن الوطني نتاع الناس مهدد وكيان الدوله بنفسه مهدد، ما ثماش ايادي مرتعشه وما ثماش يعني عيون معناها ما تخف وما ثماش اراده ماشي صلبه وواضحه مهما كانت الانتقادات. نعرف عدوي بوضوح ونمشي له يعني استأصله واجتثه بكل قسوه بدون رحمه، لاني هذه حرب. يعني إذا هذا القياديين ولا هذا عندهم الروح هذية اللي هي في السياسيين يعطيوها فيما بعد العسكريين ويعطيوها الأمنيين، فنحن نربح هذه الحرب. لذلك هذا المؤتمر إذا كانوا مش يكون مؤتمر يكون موضوعه الوحيد الأساسي كيفية حشد كل الجهود التونسية الوطنية الشعبية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية للحرب على الإرهاب، يصير له معنى. إذا مش يتحول إلى مجادلة سياسية حول تعريف جنس الشيطان ثم تعريف طريقة مقابلته ولقائه والأخير، يعتقد أنه مش يكون مجرد لقاء سياسي ليس له معنى حقيقي.